سمر قمتي؟ ما قدرت نام، ضاقت خلقي. كيف حاسة حالك؟ منيحة. ماني حابة قضية زواجنا الأول لحالي بالغرفة، حتى لو ما كنت منيحة. كل سنة وانت سالم حبيبي. حبيبتي انت يلي حبيبي. إن شاء الله العمر كله حبيبتي ينعاد عليكم. إن شاء الله كل سنة تمروا عليكم بتكون أفضل من اللي قبلها. الله يتمم عليكم سعادتكم. شكراً. ألف مبروك. شكراً لك. بابا حبيبي. ينعاد عليكم. تسلمي. إن شاء الله على طول مبسوطين. شكراً كتير. مهند ليش واقف عندك هيك؟ ما راح تبارك لهم؟ طبعاً ألف مبروك. لا توقفوا كتير هون، تعالوا ارتاحوا. تفضلوا. مهند أنا رايح. ممنوع حدا يهرب بعيد زواجنا أبدا. برافو يا سمر. إيه مهند، على قليل اليوم. خلونا نجتمع كلياتنا مع بعض. يلا مهند، العيلة مو ناقصة غيرك. بيجنن، بياخد العقل. تسلم ايدك. فرحت لأنه عجبك. انت منيحة؟ هدية رائعة، بتجنن. قديش انت مزوق. حلو كتير. وانا هديتي رح اقدمها بالعزيمة. كل الأحوال ما رح نكتفي بهي، ما هيك؟ رح نعمل حفلة أكبر، مو هيك؟ إذا حبيت سمر بنعمل. ما بعرف هلأ وبهذا الوضع كيف بدي يكون. مزبوط، هذاك الرجال لساته نايم بالمشفى، هيك ما رح ترتاح. أنا آسفة. في محكمة كمان، إن شاء الله خير. إيه، شبكن ليش عم تحكوا هيك؟ خلونا نتفائل. خلينا نستنى نتيجة المحكمة وبعدين نتصرف مثل ما بدها سمر. تمام، وهلأ خلونا نرفع كاساتنا لشوف. على شرف سمر وعدنان زياكيل، بصحتهم. بالصحة والسعادة دائما. لو صار شي للرجال، سمر خانو ما كانت بيناتنا هلأ. بس لنشوف شو رح يصير بعد المحكمة. إذا ثبت إن مزن بيحطوها بالحبس، ما هيك؟ ما بعرف. يا لطيف، الله يسترهم. قال العيلة ما رح ترفع دعوة. ماني محامي وما عندي خبرة بهالأمور، بس بعتقد بالأول رح يرفعوا دعوة حق عام. إيه، معناها بجميع الأحوال رح تروح على المحكمة. طبعاً. خبرتيها لجميلة على اللي صار؟ لا، قلت لحالي بلا ما أزعجها هلأ، بكرة بس ترجع بتدرى. امتى رح توصل؟ عالسبعة ان شاء الله. منيح بلحق مراد. انت بدك تستقبلها؟ بروح انا وعمو سليمان اذا بده. لا لا،
ممكن تتأخر الطيارة أو يصير شي شغلة، بجوز هيك تتأخر على الولد. أنا بروح بالتاكسي وبرجع فورا. مثل ما بدك. ما بيصير حدا غيرك ياخد مراد بكرة؟ في كذا شوفير غيرك. بس ممكن نحتاج شي شغلة بالبيت كمان. وهلأ سحبوا له شهادتها لسمر خانم بعد الحادث، يعني ما عاد فيها تسوق السيارة. بشير رح يصير ياخدها ويجيبها. كأنه الولد ما عنده شغل لحتى تطلع له هالشغلة كمان. بهديك اللحظة ما حسيت بوجع، أساساً ما فكرت بحالي أبداً. ركضت لعند الرجال فوراً، وعقد ما كنت ملبكة ما خطر على بالي أطلب مساعدة بنوب. تتخيلوا شو صار؟ طبعاً انصدمتي. وقت اللي شفته أغمى علي فوراً، فتحت عيوني لقيت حالي بالمشفى. الله ستر اللي شافهن حسن واتصل بالشرطة، والإسعاف وصلت بسرعة. الله لطف. كنت مثل المجنونة لوقت ما شفت عدنان بالمستشفى. وقت اللي درينا بالخبر ما بعرف كيف رحنا. وأنا الصبح كنت قاعدة مع مهند على البلكون، وقت اللي شفنا عمته جاي عرفنا أنه صاير شي. كنت بالبيت؟ إيه؟ منيح كان بالبيت، لولا ما قدرت روح على المستشفى بنوب. وأنا كمان كنت واقعة من طولي. شو رأيكم بلا ما نفتح السيرة بقى؟ عن جد كنا عم نحتفل، فجأة همتوا طاقتنا. يلا مهند ما راح، بس قاعد وقلب خلقته هيك ولا لا؟ لا مو هيك يا زكي، تعبان وبس. تعبان لدرجة ما عاد فيني روح لمكان. إذا ما بتواخذوني رح أطلب إذنكم، بدي أتسطح. يلا قوم. إيه الحق معك، قضى ليلة كتير صعبة. قوم حبيبي قوم. صحتين على قلبكم. على قلبك. على قلبك حبيبي. أنت مرتاحة؟ إيه. موجوعة؟ شوي، بس أخذ أدويتي برتاح أكتر. خبرتوه بالوضع التاني لعدنان بيك؟ أنا تركته لمهند. صاير شي؟ بلاها هلأ مو وقتها. عم تخبوا شي عني؟ بعتقد ما خبروك مشان ما تتضايق أكتر. بشرى مبارح حاولت تنتحر. شو عم تقولي؟ ما في شي بخوف بنوب. لحقوه على المستشفى فوراً ومشي الحال. ايه انا شفت بشرى اليوم الصبح بالمستشفى. كنا بنفس المشفى؟ ايه. يا الله تحكيتوا شي؟ لا هي ما شافتني، كان معها واحدة من رفقاتها مشي وراحوا. هالمجنونة شربانة دوا، ومهند راح لعندها بالليل. الإنسان بيزعل، بس هي كمان لازم تتقبل الوضع بقى. هالمرة كتير زودتها. رجاء ممكن تخلونا نحكي شغلات بتفرح أكتر؟ قلنا رح نعمل حفلة بلا ما نضايقها. الحق معك، تمام اسكتوا. Demiştim. 7 yıldır. Yorum yok.
ألو؟ مساء الخير، كيف صحتك؟ أحسن. أخدتي أدويتك؟ أخدتهم. في حدا قاعد معك؟ لا لوحدي. توقعت رفيقتك تكون عندك، الظاهر ما إجت. كانت بدها تجي بس أنا ما رضيت. شكله نعس كتير اليوم، على شرفك سهر على غير العادة. خلينا نقوم، كتير تعبتي اليوم. لا حبيبتي، قاعدي؟ بكفيك الخوف اللي عشتيه. عن جد كتير خفت، منيح اللي مرقت على خير. مجرد التفكير بهالشي بخوف. الله ستركم. أنا ما كتير مطمن لهالبنت، إن شاء الله ما تكون قرارة. زينب رفيقتي الوحيدة. ديري بالك. بلا ما تعرف عنا أكتر، وبكرة تبقى بمر لعندك نحكي بالتفاصيل. طيب. عندي خطط منيحة مشان الأيام الجاية، رح نتفق مع بعض. بحاكيك بعدين، يلا بخاطرك. ماشي، عم انتظرك. شو بك؟ مع مين حكيت؟ مع رفيق لإلي. ليش هالسؤال؟ لأنه مبارح كمان بعد مثل هيك مكالمة سرية ومخفية حملت حالك وركضت. انشغل بالي على رفيقك هاد. نبرة صوتك ما أنا عجبتي بنوب، بس إذا كان مشغول بالك رح أخبرك. أنا لازم ظبط أموري منيح مشان وقف على رجلي من جديد. عم أحكي عن الشغل. بس هالشي مو مقنع. هاي مشكلتك. شو عم يصير؟ ولا شي، عم نحكي. خلينا نمشي، الولاد وأنا تعبانين. ماشي يلا. روح ودع فريدو قبل ما نمشي. ماشي. شو؟ شوفي، تعبت كثير، لازم ارتاح شوي. طبعا حبيبتي، نامي وارتاحي. رح ساعدك. دخيلك، انتبه. منيح. على مهلك. تصبحوا على خير. وانتي من اهله. انتي من اهله. وانتي من اهله. بتحبي ساعدك؟ لا، فكة لحالي. ماشي. كلك ذوق. العمر كله حبيبتي. ما حبيت أخذ المصاري بالأول، بابا أصر كتير لحتى أخوه أخدون. الله يعينون، ما نم بوقت يفكروا فيه بالمصاري. الله يحميه. عم ندعي له. سهيلة، ممكن تجهزي لي غرفة الورشة؟ على عيني عدنان بيك.
سمر موجوعة، ماني حابب ازعجها. طبعا بجوز تطرق وانت نايم. انا بالورشة، شوفكن الصبح، تصبحوا على خير. وانا صار لازم اقوم. هي ليش عم توخليك اليوم كمان؟ عندي شوية شغل ولازم خلصه، بروح وبرجع بكرة. لسه بكير انعام خانم، بلا ما تروحي. خليني روح وبرجع بكرة. خلي بشير يوصلك. ماشي، انا هلأ بقله رح شوف الشباب تحت وبعدين بروح. بتشكرك على كل شيء. ما ساويت شيء. تصبحوا على خير. تلاقي الخير حبيبي. الحمد لله على سلامتنا كلياتنا. الله يسلمك. تصبحي على خير. وانتي بخير. رح انزل معك لتحت. شوفي ما في شيء. لوين راكد هيك؟ طالع لبرا. رايح لعند بشرى؟ نهال، انت بتعرف كيفها هلا؟ كتير منيحة، كتير فرحتني. تصبح على خير. شو جابك لهون؟ اطلع فورا. شو مفكر حالك عم تعمل؟ برأيك هيك عم تعاقبيني؟ قلت لك اطلع. عم تموتيني. انقلع. سمر، سمر حبيبتي. ليش قفلتي؟ شو بدك؟ ممكن فوت؟ انعام خانم راحت. عن جد؟ منيح. انبسطت منك اليوم كتير. تصرفتي بعقل كبير ومتوازن. والله ما بتعرفي قديش بسطتيني، لأنك نهيتي حالة هالصراع يلي ما لها طعمة. ما عملت هالشي مشانك. بعرف، بس بتستاهلي مني هالكلمتين. فرحت لأنك واجهتي واقعك بسرعة. ممكن تكوني عم تتألمي، بس هالشي رح يمضى وبتشوفي.
مثل الأحاسيس يلي بتروح وبتجي. موجوعة كتير ماما. ما رح تندمي على قرارك هاد أبداً، وثقي فيي. عدنان هو الإنسان الأفضل بالنسبة إلك، وأنت بتعرفي هالشي. أنت ملاحظة أنه زواجكم شراكة ممتازة. استخدمي إرادتك، حاولي كتير مشان ما تنجرح هاي الشراكة. هذا أفضل شيء للكل هون. بالمختصر ما حدا رح ينفعك بهالدنيا إلا عدنان، ولأنك لاحظتي هالشي بهنيكي مرة تانية. يلا يا بنتي الحلوة، بهنيكي بعيد زواجك مرة تانية. لا تقفلي الباب، إذا لزمك شي بالليل وما فيك تقومي لا سمح الله طلبيني بالتليفون. لو تعرفي قد أنا مبسوطة لأنك عم تفكري فيني كل هالقد. تصبحي على خير. تلاقي خير. العلاقة اللي بدك إياها؟ خوف وجبن وعلى طول ورا الأبواب. هالشي رح يموتني. الشي الوحيد اللي بدي إياه بس شوية وقت. شو جبان؟ امبارح بالليل هربت وتخبيت، تعرف اني عملت حادث من دون ما تعرف شو فيه وتطمن علي، اجيت تخبيت ببيت عمك. هيك عم بتفكري؟ سمعت بأدني بدك كذبون؟ وقت رحت لعندك كانت سيارة عمي على الباب. لو فتت لجوا كان رح يسألني من وين دريت بالحادث، وأنا كنت رايحة أحكي له كل شي كل شي. ماني واثقة فيك، واحد جبان ما عندك الجرأة حتى تتحمل علاقتك، عاجز. حرجت تحكي لك معي. أنا آسف، والله مو بقصدي، آسف حبيبتي. وجعتك؟ مهند روح، خلصنا. ماشي. أنا بحبك يا سمر، بحبك كتير. مزبوط أنا عاجز، الله يلعن حظي، مو طالع بإيدي، بس بحبك. أصبح ما عاد فيك تطلع فيي إلا من بعيد. أنا بهذا البيت جنب عمك وبين إيديه وبتخته كمان.
قوم نام بقى، بدك تفيق بكرة بكير. اليوم ما رح يجيني نوم أبدا، ما بتعرفي قديش ملهوف لشوفتها. بكرة بدنا نجتمع مع بنتنا. والله قلبي ناطف من جوا على شوفتها. خلصتي؟ لملمتي كل شي فوق منيح؟ في شي عم يصير، السيد مهند طلع ومعصب، ما فهمت شو صاير. يمكن اجت شي مكالمة؟ والله ما بعرف، ما بتفهمي على حدا شي، الوجوه عم تضحك بس أكيد في شي. ما بيكفي اللي صار؟ لسه شو بتكون؟ طبعا الأعصاب متوترة. طاووسي ما حدا قد بيحب البسط، بس هالمرة عيونها ما عم تضحك. ايه طبعا، الضيعة عم تشتعل والمجنون بايحها، هي شو هانا ما بعدي. عدنان شاري لسمر كوليه كتير شيك، عطاها ياها على العشاء. أكيد كتير غالي. شي أكيد. بس ثاني كاتيا تمام، فيكي تطلعي. تصبحي على خير يا خانم. تلاقي الخير. ألو. إيه معك معك. ما بتعرفي قديش ارتحت، كنت خايفة كتير من جنان أختي. ستي الحمد لله اللي انتهت كوابيسك. أوخ الحمد لله، لو ما تراجعت سمر عن جنانة كنا كلياتنا تدهورنا. شو صاير لك اليوم؟ ما فيني شي. بعد هداك التليفون ببيت نهاد هديت تماما. بالله ماني منتبه. يمكن بكرة سافر على أنقرة كم يوم. وقت اجيت بدك تسافر؟ من وين طلعت هالسفرة هلا؟ عندي شوية لقاءات مهمة مشان الشركة الجديدة. أصحك تحكي لبيسان عن هذا الموضوع؟ ما بدي أي خبر يوصل لبيت زياكيل، فهمتي؟ طيب ماشي. يلا حاجتك، صار فيكي ترتاحي بنومتك الليلة. بدي جهز بدلة كتير شيك بمناسبة عيد زواجهم. سمر مو رضيانة، بس أنا حابة تصير حفلة كبيرة تندوش فيها المجلات. بيطلع بإيدك تعملي هالشي كمان؟ يلا حبيبتي، بلا ما أخذ من وقتك أكتر، بكرة بنحكي كمان، تصبحي على خير. وانت بخير. سمر وعدنان ركزت أمورهم وتصالحوا. أي منيح اللي تصالحوا. عدنان بيك كتير عم يصبر على سمر، كم مرة تخانقوا والحق كله على سمر. نحن ما بنعرف شو عم بيصير بيناتهم. أمك هي اللي عم تخربط الأمور، اللي ما عم تقدر تعمله عم بتخلي سمر هي اللي تعمله، على طول بتوجه سمر مشان مصالحها. برأيي آمال أمك بعدنان بيك لسه ما انتهت. انتبه على كلامك نهاد. أنا بعتذر، بس أنت كمان بتعرفي إنه فيروز خانو مرة كتير طموحة، وسمر كتير عم تتأثر بأمها. بكفي، أنا ما عم بحكي شي سيء بحق أبوك ولا حتى بسمح لك. إذا كانت ماما عم تبذل جهد في هالشي من شاننا، إذا أنت اليوم وصلت لمرتبة معينة بمجموعة زياكيل فلا تنسى من صاحب الفضل. شو؟ وجودي بهديك الشركة بس بفضل أمك ما هيك؟ إذا وصل زواجهم لطريق مسدود أنت كمان رح تكون بوز المدفع، عم تفهم؟
انبسطت. من زمان ما اجتمعنا كلياتنا مع بعض هيك. كتير حلو، يعني كل المشاكل حلت الحمد لله. اجت نهال عم بحكي مع الماتموزيل. اها، انا عم بقول ليش تليفونها مشغول. هذا كانت عم تتصل فيكي. يلا احكي معها، تصبحي على خير. تلاقي الخير يا روحي. الو مدموزيل، حبيبتي كيفك؟ منيحة، نحلت أمور البيت وأخيرا. بعرف، حكالي مراد. الضحكة ما فرقت وش بابا اليوم. برافو، حابة أشوفه مبسوط على طول. إن شاء الله ما عاد يعيشوا مثل هاي الأيام مرة تانية. نشو؟ تسلمي حبيبتي. يا ريتك كنتي موجودة معنا اليوم على العشاء، بعدين احتفلنا بعيد زواجهم. لو بعرف هيك كنت ضليت. مو مشكلة حبيبتي، بكرة ببارك لهم اثنيناتهم. يلا بشوفكن، انتبهوا على حالكن. وانتي كمان تصبحي على خير. تلاقوا الخير يا قلبي.
صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ نمتي منيح؟ ايه، حاسة حالي منيحة. يوم عن يوم رح تتحسني أكتر. بعرف. في شي أخبار من المستشفى؟ من وقت ما فقت رحت لعند الدكتور، ما في أي تغيير بوضعه. رح يقدر يمشي؟ عم يقول الدكتور لسه بكير على الحكي، أعصابه تعبانة، وحتى تتحسن صحته بحاجة لوقت طويل. رح أقدم له كل شي مشان يتحسن بسرعة. لا تضايق حالك، رح يتحسن. عدنان بيك دافع مصاري لعائلة الزلمة. طبعا في خرسهم طريقة تانية. شو عرفت غير هيك؟ التقرير اللي تقدم على انه سمر زياكيل كانت شربانة مانو موجود. احتمال كبير يتغير هالشي بالتقرير الجديد. اكيد. اساسا هذا الحادث لو مواطن عادي عامله لكان هلأ تختخ بالسجن. هالمرأة موجودة ببيتها لأن بتحمل اسم زياكيل. وأنا هدول الشغلات اللي حابب اسمعهم، بس لازم نفضح هالشي بطريقة ما. وبهذا الوقت انت لا تقطع علاقتك بقرايبين الرجال، هدول الجماعة رح يفيدونا كتير، بس بالأول لازم نعرف مفتاحهم، وبعدها منضرب عدنان زياكيل بنفس السلاح. لا تدخل على الكراج، طالع فورا. شغلي بالشركة ما بيطول، رح أرجع فورا. طيب. عصفور الليل هلأ راجع لعشو؟ هيك الظاهر. صباح الخير. صباح النور. يلا روح اتدوش وصحصح شوي. بشوفكن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هالولد فلتة من الفلتات. شو عم يقلب الأيام؟ عم نحكي. مراد رح يحطه بجيبته الصغيرة لمهند. حكينا شوي بخصوص البنات. فيروز خانم، ولا يكن لك فكر بيناتنا. تسلم ايدك. صباح الخير. فايق بكير؟ بالأول الواحد لازم ينام حتى يفيق بكير. بلا ما توتر أعصابك من الصبح، لأنه كل الجرايد عم تحكي عنا. خبر بشرة وخبر الحادث ورا بعض. خبر ماما أكبر. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح النور. في شي أخبار؟ الأيام الصعبة لعيلة زياكيل. أخبار الصفحة الأولى كلياتها عاملينا بأخبار عيلتنا، مو ناقصة إلا أنتي. الحمد لله مو جايبين سيرة الكحول. في شي أخبار عن الرجال؟ عدنان حكى مع الدكتور. والدكتور مو فائد الأمل. أخ الحمد لله. صباح الخير مدموزيل. يا عن جد ليش مدموزيل مو هون؟ صباح النور عدنان بيك. شو باين صوتك مو منيح. ايه حلقي ملتهب، بجوز كون اخذ شوية برد. معافاه ان شاء الله. مريضة؟ وانا عم بقول ليش تأخرت. طبعا طبعا خدي راحتك. بلا ما قعدي الولاد كمان. اذا بدك بحكي مع خلدون بيك وبخليه يجي يعمل لك شوية فحوصات. ها
هلا ما في داعي، اخذت ادويتي وعم ارتاح. اذا اضطريت انا بحاكي. شكرا لك. ماشي، الكل بيسلموا عليكي. انا بمرق لعندك اليوم. الحمد لله على السلامه. سمعتي؟ ايه سمرخانه منيحه ما هيك؟ ايه احسن بشوي. سلامتك. الله يسلمك، شكرا لك. لا ما بدي، رح طلع عندها اليوم بعد ما ارجع من الجلسه. بس ما تمرضي انت كمان. ما عم تاكلي؟ عم باكل. مراد بيهرب. بتمنى لحضرتك ايام سعيده. ما قلت لكم شوفوا. مع السلامه حبيبي. طالما المدموزيل مو هون انا راح وصلك. موفقين. خاطركم يا جماعه. ايش الجميله يا حبيبة قلبي. يا روحي قديش مشتاقت لك يا عمري انت. يا بنتي قديش اشتقت لك. شو هالحلاوة يا بنت، شو عاملة بحالك؟ عجبتكم؟ تاخدي العقل. والله صايرة بتشبهي الأوروبيات. كيفك بشير؟ منيح، صايرة كتير حلوة. عم تحكي عن جد؟ جميلة. مرحبا. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيفك؟ صايرة مثل الألمان. نطر لي. حاجي تشوفي حالك بحلاوتك يا بنت. الله يسلمك. صايرة كتير حلوة. أوف قديش مشتقت لك. الله لا يفرقنا مرة ما تانية. ما رح نسمح لك تروحي مرة تانية بنوم. عملي حسابك. أكيد لا. كيف ألمانيا؟ دخيل اسطنبول ما أحلاها. صحيح برلين حلوة بس هون غير. رح تحكي لنا كل شيء. أنا سمعت كل شيء بالتاكسي. أكيد رح تحكي لنا شي يوم عن الأسبوع اللي قضيته هنيك. يلا خلونا نفوت لجوا. يلا بشير، مراد رح يتأخر. لا تطول. ماشي. شوفكن. جبتلكم معي هدايا. ماشي. قديش حلوة الرجعة على البيت. رجعتك على البيت هي الحلوة يا روح قلبي انتي. بس ارجع بشوفكم. طيب ماشي. بابا تعالي. انا رايح شوف الشغل وارجع فورا. لا تستعجل ميشاني. اجت جميلة عن جد؟ الحمد لله على سلامتها. لوين رايح؟ عندي شوية شغل. اللي بيشوفك بيقول قاتل حالك من الشغل يا حرام. طيب بخاطركم. مهند استنى أنا جاي معك. مع السلامة. بخاطركم. مع السلامة. بخاطركم. شكلهم أكيد تصالحوا مرة تانية. بيكون أغبى واحد بهالدنيا إذا بيرجع لبعد كل اللي صار. وأنا هيك رأيي. أنت منيح؟ أي شوفي. دريت بحادث بشرى. ايه انا شوي مدوش من القصة. انت ولا انا؟ بدك شي مساعدة مني؟ لا معي مصاري. شكرا لك. ما عم قلك هالشي مشان المصاري وبس. اذا بتحب خلينا نقعد بشي مكان ونحكي انا وانت. لا عمي ما في داعي. بدي اغيب كم يوم لحتى ارتاح. مثل ما بدك.
لا تطول علينا بالغيبة، طل علي دائما. ماشي. ولا تهمل دراستك. طيب. ما في مشكلة إلا ولا حل، روق. شوفك. الله معك. إمتى جلستي؟ بعد شي ساعة، رح أطلع بعد شوي. يلا حبيبتي، لا توقفي على رجليك كتير، إذا بدك تسطحي شوي وارتاحي. كل شي تحت سيطرتي، إذا بقول بدي أعمل هالشغلة يعني أكيد رح أعملها. لهيك أنا طلبت مساعدتك، شكراً إلك. أنت مهمة كتير لإلي. متضايقة لأني بزعجك دائماً بمشاكلي. شو أنت مجنونة؟ إزعاج بتزياكي الهواية عندي. أنا اللي بتشكرك لأنك عطيتيني هيك فرصة، ورح ننبسط من اليوم ورايح. بكرة بتشوفي رح يصير شي بالمحكمة ما بتتوقعي، لخليهم يمشوا يتلفتوا حواليهم. جماعة بعده، إذا بتريدوا بعده، عم قلكم إذا بتريدوا بعده. لو سمحتوا بعده. من فضلك يا أنسة، يا ريت ما تصور. على أساس هدول ما بدهم يرفعوا دعوة، كنتوا عم تقولوا حلينا الموضوع. صدقني يا عدنان بيك ما قطعت اتصالي مع العيلة أبدا، بس واضح إنه في حدا عم يوجههم، أكيد رح يطلبوا شغلات تانية. ما بيهمني أبدا، حلوا المشكلة، ما بدي أي مفاجأة تانية. إذا بتريد عدنان روق. أنا آسف للشي بيعصب، فكرت إنكم مسيطرين على كل شيء، بس لا. أدي رح تستمر هاي الدعوة؟ كانت رح تكون دعوة حق عام طبعاً لو ما اشتكت العيلة، بس هلأ رح تستمر عدة جلسات. شو هالحكي؟ يعني ممكن يطلع قرار اعتقال؟ التقرير اللي بده يطلع من المشفى كتير مهم بالنسبة لنا، أملنا الوحيد إنه يشفى الرجال وبأسرع وقت. يعني عم تقول إنه وضعي صعب؟ لا ما في هيك شيء، لا تفكري بشي اللوم، وأنا رح أتصرف. بس دقيقة، تفضلوا فيكم تركبوا، تفضلوا. استنوا مني خبر، الله معكم. كل شي صار مثل ما قلت، شفتوا؟ سمر زياكيل، كل ما انحشرت بالزاوية رح تربحوا أكتر.
يعني لازم يضل أخي بالمشفى ووضعه ما يتحسن حتى نربح الدعوة؟ يعني أنت تقريباً عم تدعي حتى يموت رجب؟ رح تجي ما هيك؟ شوفي إذا ما أجيتي رح أزعل منك. رح أجي يا روحي، معقول ما أجي؟ رح تكون أفضل حفلة بحضرها هذا الأسبوع. بتمنى يكون هيك. يلا المسا بشوفك. ماشي يا روحي بشوفك. لسا عندك مشكلة بالإيقاع نهال؟ شوفي بشكل مرن وبمشاعر برافو. ايه هيك تعبتي؟ المسا رح يجي مهند ما هيك؟ ما بعرف، في اجتماع عائلة بظن رح يجي. ليش هالسؤال؟ صار له فترة طويلة غاي ما عم يتصل وانا ما عم بتصل فيه، بس عيب عليه. أنا صرت بعرف وين بيكون هلا، أكيد عم بيتخبى ببيته اللي أخده على شط البحر. لا لا، أكيد ما رح روح لهنيك مرة تانية. بس عن جد عيب عليه ينقطع عنا، طالما نحن عيلة. ما بيصير يتصرف بهي الطريقة. الواحد بيحكي وبيطمن. لازم يحكي معنا ولا أنا غلطانة؟ قال بده يروح مشان يريح راسه كم يوم. بعرف. بس برأيك هي مو أنانية؟ عم نحكي معه وما عم بيرد. مرحبا. قطعتكم؟ تفضلي فيروز خانم، نحن خلصنا. منيح اللي شفتكم اتنيناتكم هون. ايه؟ شو رح تلبسوا المساء؟ ما بعرف، أنا لسه ما قررت. مشان ما نلبس نفس اللون. بس أنا ما رح إجي. آه ليش؟ لسه ما طبت، يعني بدي شوي تانية، ماني قدراني أحضر حفلة بهالزحمة. يعني ما رح تكوني موجودة بأهم يوم بالنسبة لبابا وسمر. مع الأسف، بس بعدين بهنيهم. لسه في سخونة؟ لحديت مبارح كان في، لسه ما طبت بشكل كامل. اليوم مراد في عنده درس الرياضيات، وبما أنه نحن خلصنا درس البيانو عبكير فيك تروحي على البيت وترتاحي إذا بدك. أنا هيك كنت عم أقول. لكن بشوفكم بعدين. فيه روح؟ دكا فاروز خانو، شو رح تلبسي اليوم؟ تعالي ورجيكي. مو حابة البس هاد. هاد فستان كتير حلو، ما لبسته أبدا. بس لا، حابة البس شي مميز كتير. شو رأيك بهاد؟ هاد الفستان بياخد العقل. هاد كتير عاجبني، لونه وموديله بيناسبوني. بس رح يجي فستان تاني. هذا كتير عجبني. أساساً إذا بتلبسي شروال رح تجذبي عيون الناس كلها عليكي. جسمك حلو بيلبق لك شو ما لبستي. عيونك الحلوة يا قمر. بس أنتي لازم تلبسي أحلى شي عندك، يكون كتير حلو. عيون مهند ما لازم تشوف أحلى منك. بلشت تحكي شغلات غريبة مرة تانية. اصحك تجادليني بخصوص مهند أبدا. شوفي رح سجلها هون، رح تكوني بالنهاية لمهند. لو سمحتي ممكن تسمعيني؟ مهند عم يهرب مشان ما يأكد أخبار الصحافة اللي صارت، ولا أنا غلطانة؟ ما في هالشي بنوب. خليكي عم تحكي هيك، بس يهدى الوضع شوي والأمور تتحسن أكتر بتشوفي كيف رح يجي ويعبر لك عن مشاعره. هداك الوقت بابا رح يمسكه ويكبه من الشباك. معقولة هالشي؟ عدنان بيك بيحبه لمهند مثل ابنه. بعد ما تعلنوا عن حبكن بصوت عالي قدام الكل بهالبيت، أبوكي مستحيل يعارض هالشي أبدا. جيت وداكن.
مع السلامة مادموزيل. يا ريت لو تحضري الحفلة المساء. يا ريت السنة الجاية. لا 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 ما رح بوسك. ماشي مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. فكري باللي قلته. رح شوف شو بدي البس. ماشي حبيبتي خدي راحتك. لا تعكري مزاجك اليوم المساء رح ناخد شوية نفس. حبيبي شو رأيك نلغي الحفلة؟ ليش؟ أمك صار لفترة عم تجهز حالها لهاليوم. بعرف بس برأيي مو ظابطة. هلأ بيجي شي واحد بيصورنا بيقولوا هذا الرجال عم يموت بالمستشفى وهدول عم يحتفلوا ونحن عم نحتفل بعيد زواجنا. مزبوط بس مو هيك رح يكتبوا، بدهم يبلشوا يألفوا قصص. ايه مهند كيفك عم طلعتوا من المحكمة؟ ايه شو صار؟ ما بعرف مين اللي عم يوجهون، ما بعرف مين لعب بعقوله مشان يعملنا مشاكل، قدموا شكوى. شو عم بتقول؟ والله ماني عم صدق، حكوا معنا بالأول شي وبالمحكمة شي تاني. طيب هلأ شو بده يصير؟ ما رح يصير شي، طالت المدة وبس. إن شاء الله الرجال بيطيب وبيمشي بأقرب وقت وهيك بنشيل الحمل عن ظهرنا. وإذا ما مشي؟ مو حابب هلا أفكر بهالشي بنوب. فهمت. مو مشكلة المسا جاي مو هيك؟ ما بعرف، أنا برات البلد. حاول تجي رح تكون كل العيلة مع بعضها. حابب تكون بجنبي. طيب ما بقبل اي عذر. بشوفك. مع السلامة. شو بده؟ عم يسألني شو صار بالدعوة. رح يجي المساء؟ قلت له تعال واكيد رح يجي. لا تشغلي بالك بشي حبيبتي، الشباب رح يدبروا كل شي ورح وصيهن ما يسمحوا لأي صحفي يفوت لجوا. لكن ما في مشكلة. مرحبا. أهلين. مرحبا سهيل. أهلين. إن شاء الله ألف. الله يبارك فيك. أهلين. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلين فيك. مبروك. ألف مبروك عدنان بيك. تسلم. مبروك مدام. شكرا لك. الله يبارك. ألف مبروك. أهلا وسهلا. الحمد لله. فيك. كل اسطنبول بو. ليش مفكرة غير هيك؟ هاي الحفلة منظمتها فيروز يور أوف. هاد بيك. أهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله. بعرفك على زوجتي بيسان. سالم بيك. مرحبا. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان. مرحبا. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. كيفك مدام؟ أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. فيروز خانم كل عيون عم تتطلع على جمالك. دائما هيك ما بتتغير. هالشي مو كذب وانت بتعرفي هالشي منيح. شكرا لك وانت كتير انيق. عن اذن اهلي. لا تفكر كتير رح يجي. مين؟ عن جد ما عم بفهم شو عم تقولي.
اهلا وسهلا. مرحبا بك. شرفت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. آخر خمس دقايق. والله أنا ما فيني أكذب على الآن سلاميس. يا ماشي رح خلص هالشوط. يلا اشرب. يلا يلا. القبطان رضا سألني إذا عجبك السمك. عجبني كثير طيب. صحتين وهنا. رح أستنى هون حتى تروح تنام. أبوك نبهني. ماشي بس خلص التمديد. يلا خلصت. أها يلا تصبح على خير. وانت بخير. ايه يلا لشوف. خلوني اخذ اراءكم. نحن كتير مبسوطين وعائلتنا كلها مجتمعة وبنتنا جابت لنا كاميرا واليوم بدنا يا يكون ذكرى حلوة للأيام الجاية. والله كنت بعرف انه هيك بده يصير. يلا بشير احكي لك شي كلمة. اتركوا ما بتعرفوا قديش بيخجل. مثل ما بدكن انا رح غني لكم. غني يا ابني غني وانا رح صفق لك كمان. لا قبطان رضا انت روح رقص وانا رح ارقص معك. ولك اللي بيخجلني لسه ما عاش. ها يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. دخيل هالصوت. حبه ما بقدر خبي. شايفة جو متغير هون ومكيفين على الآخر. السيجارة. تعالي سويلة تعالي. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة. برافو بشير خد. يا رايح أضيعتنا برجوعك صوبي حول طالتنا. أيوة غيبتنا يطول عمرك لطول. شو صار لي؟ انت اللي شو صاير لك؟ أضيعتنا برجوعك. عم نحتفل بعيد ميلاد زواج عدنان بيه. بالله قالت عنا غيبتنا. يلا يلا أيوة. طول عمرك لطول. هالضيع فيها تربيت وغيبها بيت وبيت. كاس شراكتنا. قلت لهم رح أضل كم يوم برات اسطنبول، فإذا ما في عندك مانع حابب كون معك. بالعكس أهلا وسهلا فيك. ممتاز. بيسان حبيبتي قربت ولادتك بس لسه مو واضح انك حامل. شو هالجمال. شكرا كلك ذوق. هاي بنت امها تسمع الكلمة. عم يزيد وزنها جرام جرام. ممتاز. هالحفلة كتير حلوة. مين هاد؟ سالم قايا. تعرفه؟ كتير حلو. كنت مفكر انه هو رئيس الشركة اللي بدنا نتعامل معها بسوريا.
كل اللي دعيناهم لهون بيكونوا أقرب الناس إلنا بهالبلد. طبعاً بعرف الكل هون تجار ومحامين، الناس التانيين ما قلوا شغل معي، خاصة بهيك ليلة حبيت يكونوا الناس المقربين معنا وأقرب الناس كمان إلي. الحق معك. إن شاء الله تنبسط. شكرا لك. شو بصير لو تخلي الناس يحسوا إنك مبسوطة؟ بوشك هذا الكل رح يفكر إنك جيتي لهون إجباري عنك. تركيني بحالي. أنا بحب النساء اللي عيونهم حلوة، وبحب اللي بيكونوا رقبتهم طويلة، أنا كيف بحب؟ أنا هيك بحبها، نسمات الهوى بتقطع نفسي، أنا ما فيني أعيش بلاها، شكلها مثل الريم الشارد وبتجنن، أنا كيف بحب؟ أنا هيك بحبها، ما بتعرفوا قديش بتكون القبلة حلوة منها. أنا بحب النساء الذكيات اللي بيفكروا بيحكوا قليل وبيعرفوا كتير، دلالهم كل وقت وبكل مكان بتحملوا. أنا كيف بحب؟ أنا هيك بحبها، لازم تشعل في نار كبيرة وأبدية، هديك المرأة لازم تكون سبب لموتي. إن شاء الله بتكونوا سعيدين 20 و30 سنة 40 50. شكراً لك حبيبتي. بهني. شكراً لك. شفت السيد مهند حتى بهي الليلة ما أجا، مع العلم إنه وعدك رح يجي. مظبوط. الو، وينك يا ابني؟ قلنا رح تكون العيلة كلها مع بعضها. عمي انا لا تحاول تلاقي عذر،
رحت وتركتنا لوحدنا بهاليوم الحلو. وينو هلا؟ على القليل الواحد بيتصل وانت ما عملتها. اسمع رح اعطيك سمر، احكي معها. ما رح يجي مها؟ عدنان بيك لا تقلي رايحين السهرة هلأ بلشت. لا لا نحن هون. ألو، بتمنى لكم السعادة. شكرا لك. قلي له يجي. وينك لهلأ؟ عم نستناك. عدنان كتير مزعج وأنا كمان. ماشي، أنت بتعرف بيكون منيح، بس حاول تجي. ماشي، يلا باي باي. ما رح يجي مهي؟ ما بعرف، بظن عنده شغل. طبعا هو شخص كتير مشغول، بس ما عنده مسؤولية. ايه، حكيتوا مع مهند؟ ايه. تفضل حبيبي. ما رح تتوجعي؟ كتير تعبتي حالك اليوم، ما قعدتي أبدا. ويكون كنت مبسوطة كتير. وأنت كنت كتير حلوة. تصبحي على خير. وأنت بخير.
يصير. مزبوط، ما توقعته ما يجي. ما بيهمه شيء، زعل بابا. تصبحوا على خير. وانت بخير حبيبي. وانت بخير. سمر ناميت؟ ايه، اليوم كتير تعبت، متوجعة شوي، شربت دواء وناميت. بكرة الصبح ان شاء الله حتكون احسن. ان شاء الله، لازم ترتاح منيح. تصبحي على خير. وانت بخير. صباح الخير. صباح النور يا بيك. سمر بالحمام؟ لا، ما أنا هون، سمر خانم طلعت. وين راحت؟ قال جاي عبالة تمشي شوي. طيب. عن إذنك. ألو؟ صباح الخير. صباح النور. طالما بدك تمشي ليش ما خبرتيني؟ كنت اجيت معك. كنتوا نايمين، قلت باخد شوية نفس وبطلع بتمشى شوي. لا تتعبي حالك. لا تاكل هم حبيبي. طيب، أنا رح أطلع بعد شوي، رح كون بالشركة طول النهار. يعطيك العافية. اتصلي فيي بعد الظهر. طيب، شوفك. الله معك. هون إذا بتريد. تفضل، خلي الباقي يسلم. إذا بدك ترجعي بستناكي. راجع مع زوجي. شكرا.
مهند؟